السلام عليكم، معكم اخوكم عمر. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد من لعبة جي تي اي. طبعا اليوم جايب لكم هذه السيارة الاسطورية، السيارة الخرافية الاسطورية اللي يسموها اللي تبون. حاب استعرضها لكم، نشوف نجربها في الشارع، نشوف ايش بتسوي في السيارات، بعدين نروح فيها القاعدة العسكرية، ونهاية الفيديو بتحدى فيها القطار. طبعا قبل لا نبدأ ونشوف نجربها، ابيكم يا شباب تشتركون في القناة وتنشرون الفيديو وتضغطون زر اللايك وتكتبوا لي تعليق ايجابي، وإذا كان فيه أي انتقاد أتمنى يكون انتقاد بناء، عشان نرتقي إن شاء الله بالقناة وللأفضل بإذن الله. يعطيكم العافية، خلونا نبدأ. بسم الله يا لطيف، الله كنز، ما في إلا كنز يا حبيبي، تعال كنز. والله قلبتهم يا ساتر يا ساتر، والله سيارة يا شباب أسطورية، أنصحكم تجربونها، اللي عنده المودات يجرب. يا ساتر، والله 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 والله، شوف ذا مسكين يا شيخ، والله إني نذل. يا الله يا لطيف، تعال يا ساتر يا ساتر يا لطيف، الطف اقلب. يا الله والله يا شباب السيارة هذه ما تردك في شيء. تعال تعال انت، والله مسكين طار، الله عليك. وشوف شوف كيف. طيب يا شباب الحين جينا هنا عند القاعدة العسكرية، خلونا نخش شوي كذا ونجربعهم يا حبيبي. على طول أربع نجوم، ما يمزحون ذولي، تعالوا يلا. الله 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 الله، والله لا دبابة ولا غير. ايوه في دفاع مدني هنا، في دفاع، تعال تعال، والله لو اوريك انت وياه. يا زازر، تعال تعال تعال، والله قلبناهم. معلش شباب السواقة شوي غشامة. ايوه الدبابة 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 الدبابة. طيب يا شباب الحين عندنا كذا خمس نجوم. اف اي اي، عدل 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 يا شباب، السيارة مع البوست ما تقدر تسيطر عليها، بس قسم بالله انها وناسة، تقدر تطير اي احد قدامك. يلا تعالوا، فيكم خير، انزلوا تحت انتم، تعال. يا ساتر يا ساتر، الله الله. ايوه كأني عيال شفت طيارة حربية. اوكي 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 اوكي، طيب شوف ايش بنسوي فيها، شوفوا ايش بنسوي فيها، ان شاء الله بس يمديني اخش عنده. يا سلام، وجه الوجه وجه الوجه. قلبتها والله، انفجرت نفجر ذي هنا بعد، ماني مخلي شيء في حاله. ايوه هذه 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 اللي نبيها، والله قلبنا الدبابة وانفجرت. طيب خلينا يا حبيبي نشوف هذه الطائرة اللي هناك. انفجرت؟ والله انفجرت يا عيال. طيب الهليكوبتر، اوف 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 اوف، اقسم بالله يا شباب السيارة ذي والله تعالتهم يا عيال.
لا لا كذا كثير كذا كثير. طيب يا شباب خلوني أفجر هذه آخر شيء بعدين نطلع. والله مساكين. طيب خلونا نطلع من القاعدة العسكرية ونروح شوي كذا الشارع نشوف مع الخمس نجوم وش نسوي بعد. طيب يلا نبدأ سلسلة المشاكل. السيارة يا شباب طبعا ما فيها فرامل. ايوه طير يا شيخ. يا سلام حلو. تعال 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 تعال. ما في شيء يوقفني ابد. ما في شيء يوقفني. والله الله 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 حتى السوات عد طيران. شوف بقلب ذا كيف. والله شوف بقلب ذا كيف. اوف 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 اوف. يا سلام شوف كيف. يا سلام تعال تعال. يا ساتر. والله يا شباب انه متعة. يا يحد الحيوان. ماني موقف والله ماني موقف. تعال ايوه تعال تعال. انا ادوركم من اول. يا ساتر جو النفق نشوف ايش بيصير. والله كلهم طاحوا السقف. يا ويلي. امين بالله شيء. طيب يا شباب نجرب هذه السيارة الحين مع القطار نشوف هل بتوقف القطار او تطير القطار او ان القطار يطيرها. بسم الله هذا هو القطار جاي. واحد اثنين ثلاثة بسم الله. اوف 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 افا. لا يا شيخ لا 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 والله للأسف للأسف. والله القطار ما يوقف شيء ابد. لا 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 والله قلت يعني ممكن بس يلا عوافي. المهم ان شاء الله انكم استمتعتوا يا شباب في هذا الفيديو. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه هذا المقطع. اتمنى ان شاء الله انه عجبكم يا شباب. اذا عجبكم الفيديو اتمنى تكتبوا لي في التعليق وان شاء الله نجيبكم فيديوهات ثانيه. اذا فيها اي اقتراح او اي مود ودكم ان نجربه اتمنى انكم تكتبوا لي في التعليق. لا تنسون يا شباب الاشتراك في القناه وضغط زر اللايك ونشر الفيديو. اتمنى انكم تدعموني يا شباب لاني والله اتعب في هذه الفيديوهات. اتمنى انكم ما تبخلون علي في اي شيء بالعكس يعني كل ما شفت ان فيه دعم في القناه كل ما زادني تحفيز وخلاني استمر. طبعا الى هنا ما ابي اطول عليكم في الفيديو واقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير.